اهلا بيكم من جديد، ورجعنا لكم مع فقرتنا الاخيره وهي فقره المطبخ. طبعا بنقدم لكم حاجات سهله وبسيطه وسريعه نقدر نعملها في اي وقت. ده اللي هتقدمه لنا شيف عزه. اهلا وسهلا بيك يا شيف عزه. اهلا يا هاجر، ازيك؟ تمام الحمد لله. قولي لنا هتقدم لنا ايه النهارده؟ النهارده هقدم لكم ان شاء الله مكرونه بالتونه والخضار. تمام. وكمان معانا سلطه زبادي بالخيار والخضار برضو. تمام، يلا بينا نشوف هتعمل لنا ايه النهارده. تمام، هنعمل النهارده ان شاء الله مكرونه بالتونه والخضار. تمام. هقول لك مقاديرها. معانا 500 جرام من المكرونه، 200 جرام من التونه، نص معلقه من الملح، ونص معلقه من الفلفل الاسمر، نص معلقه من الزعتر، ونص معلقه من السبع بهارات، معلقتين من زيت الزيتون، ومكعب صغير من الزبده، فلفل الوان، وجزر مبشور، بروكلي، وذره حلوه، وزيتون مخلي، وموتزاريلا لايت، وعصير ليمونه، وشرائح بصل. تمام، يلا بينا نشوف الطريقه بقى. تمام. اول حاجه طبعا بيكون معانا المكرونه المسلوقه. تمام. طبعا لازم شويه كده من زيت الزيتون. شوف عزه، لو ما عندناش زيت زيتون ينفع نبدله بحاجه تانية؟ طبعا زيت الزيتون ممكن نبدله مثلا بالزبده النباتي اللي هي الحيواني، ممكن نبدله بزيت عباد الشمس، ممكن في زيت برضو جوز الهند. حلو جدا، عندنا اختيارات كتير كتير كتير. فيعني بيبقى في اختيارات كتير، او ممكن نبدل بيها، مفيش مشكله. تمام. تمام. هنقطع طبعا الاول البصل شرايح زي ما احنا شايفين كده، بصله واحده تكفي ان احنا ممكن نشتغل بيها. طب ايه الفرق بين التقطيع دي والجوليان؟ يعني لما بتكون جوليان كده تبقى كبيره حلوه باينه معانا في التقطيع، الصغننه كده بتبقى للطبخ، انما انا عايزه اللي ياكل يحس بطعم الخضار او البصل وهو بياكله. قولي لنا بقى، احنا الاكله دي تاخد مننا وقت قد ايه لو انا بقى راجعه من البيت وتعبانه ومش قادره اعمل حاجه؟ فيش، ممكن تاخد مننا مثلا حوالي نقوله ربع ساعه. حلو جدا ده. مش كتير. احنا بقى بنعمل ايه دلوقتي؟ احنا مش هنحمر البصله خالص، احنا هنبتدي بس نعمل لها زي تقليبه كده، او بندبلها كده بسيط. هننزل بالجزره، جميل قوي طبعا الجزر حلو قوي. انا ملاحظه ان الاكله دي فيها حاجات مفيده جدا، الجزر والبصل كل دي حاجات مفيده. بروكلي طبعا، انا شايفه بروكلي كمان. انت عارفه ان الخضار طبعا من الحاجات الجميله قوي اللي احنا لما بنحطها في المكرونه مع التونه بتبقى مغذيه جدا معانا، وبتريحنا قوي بان احنا بنعمل طبق واحد. اكيد ما بنعملش اكتر من كده. تمام. طبعا مفيد جدا للاطفال. ليه بقى؟ لان احنا بنبتدي نعمل طبق واحد، وحتى لو الطفل مش حابب الخضار فعادي احنا بندخله جوه المكرونه وجوه الاكله بتاعتنا، فاكيد هيحب الاكله ديت وهياكلها من غير ما ياخد باله. فالحاجات دي طبعا بتبقى جميله قوي. وايه تاني معانا من الخضار؟ ممكن كمان عندنا فلفل الوان. انا عارف ان فلفل الالوان فيه فيتامينز كتير جدا جدا جدا، وفيه حديد، وبعدين بنلعب بالالوان نفسها، الالوان بتبقى جميله جدا عشان تشد نظر الاطفال كمان. طبعا طبعا حكي. عشان تشد نظر الاطفال، والطفل النهارده لما بيشوف الوان كتير فبالتالي هو بيحب ياكل الحاجه اللي هي كلها الوان. الفلفل من الحاجات الجميله اللي فيها حديد، جميله جدا. حلو جدا. طبعا، فانا من الناس اللي بتحب الفلفل، وبحب قوي الالوان تخش في كل اكله. يعني احنا مش ضروري نعملها طبعا صغير، تتعمل معانا كبير كده زي ما احنا شايفين. احنا كده حطينا كل الالوان وكل الخضار للمكرونه. تمام. ايه، انا شايفه في ذره كمان. نعم. ده بيتحط على المكرونه برضو؟ طبعا طبعا، الذره دي بتتحط على المكرونه، والفلفل الاحمر بيفرق عن الفلفل الاصفر كتير، وكمان بنحط الفلفل الاخضر. بنحط الفلفل الاخضر طبعا معانا. كده احنا عملنا الوان جميله قوي، وعملنا فيتامينات كامله جدا بالشكل اللي احنا شايفينه. انا مش عايزاها تتقطع صغير، ليه؟ كل ما الخضار يتقطع كبير بتكون الفايده بتاعته احسن. اكيد. كده احنا عملنا برضو خضار جميل قوي بالشكل الجميل ده زي ما احنا شايفين، وبنرجعها تاني، وبننزل زي ما احنا شايفين البروكلي والفلفل الالوان. شكلها حلو جدا. اكيد طبعا. بصي شايفه معايا، هبتدي بقى ايه، وطول ما كانت الالوان اكتر
كل ما الاكل مفيد جدا اكيد، وبعدين بيدي كده حاجه بهجه، وبعدين زي ما اتفقنا ان العين هي اللي بتاكل الاول، هي اللي بتاكل طبعا. اه طبعا. بصي انت مش هتحطي طبعا زيت كتير، ما حطيناش كتير، حطينا حاجات بسيطه، وابتدينا ايه نعملها زي يعني تشويحه بسيطه انها تاخد الريحه من بعض. هبتدي اتبلها. حلوة قوي موضوع التشويحه ده يا شيف، يعني احنا طول عمرنا بنعملها من غير تشويحه، فانا بصراحه جربتها طبعا، فاكيد طبعا هتبقى تحفه. رشه من الملح دي في الـ زي ما انتم شايفين ريحتها تحفه بصراحه، اكيد طبعا جميله جدا. شايفه الزعتر جميل جدا. اه المكرونه بقى هتنزل دلوقتي ولا في الاخر؟ لا لسه هنحط طبعا التونه. التونه اه طبعا، التونه بقى ايه هي اللي بتدي التست العالي، فبتودي المكرونه معانا في مكان جميل جدا. هي المكرونه اصلا مستويه مش محتاجين ان احنا نسويها؟ لا 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 خالص، ما عشان كده بقول لك انها ما بتاخدش اكتر من ربع ساعه. تمام. هننزل بالتونه. إيه بنصفي التونه من الزيت ولا بتخليها بالزيت؟ لا انا طبعا مصفيه الزيت. تمام. لان انا مش عايزه دهون كتير، وطبعا احنا بنحب نصفي الزيت. أكيد. تمام كده. احنا بالنسبه لنا هنحط ايه؟ عصير الليمون. عصير الليمون اهو معانا. عصير الليمون كمان مليان فيتامين سي حلو جدا طبعا، والشتاء داخل اكيد، فاحنا محتاجين فعلا عصير الليمون. احنا بنحط عصير ليمون ليه؟ لان التونه نفسها بتحتاج عصير ليمون دايما، بنحط تونه كتير، وفي نفس الوقت ان احنا بندي ايه الزفاره دي نفسها بتكون مفيش، بتروح بقى بعد عصير الليمون. اه بتحس انك بتاكلي حاجه كده جميله. كمان كده نزلنا زي ما احنا شايفين الجزر، البروكلي، الفلفل الالوان. هعمل ايه بقى؟ هبتدي انزل بالمكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملي اي نوع مكرونه انت حباه، ما يشرطش نوع معين. تمام. وانا بحب دايما ان انا اكتر المكرونه شويه مع الخضار. حلو جدا. بصي شايفه؟ شفتي بقى الالوان جميله ازاي؟ شكلها تحفه بصراحه. اه طبعا حلوه قوي. عايزاكم دايما تعملوا الاكله ديت، خصوصا لو حابين نظام غذائي هتبقى معاكم جميله قوي. تعالوا بقى نختمها ازاي، اكله كده جميله تعتبر انها بقت تمام معانا، شويه من الذره الحلو، شويه كده من الذره الحلو. حاسه ان الذره ده موديها في حته تانية خالص. طبعا انا دلوقتي بعمل ايه؟ انا دلوقتي بخلي اكلي كله فوائد جميله قوي زي ما احنا شايفين. بعد التقليبه الجميله دي تعتبر خلصت معانا، ما خدتش وقت، والشكل الجميل اللي احنا شايفينه. تمام. هجيبها بقى كده وتعالوا نقدمها بطريقه حلوه قوي. ايه رايك يا هاجر؟ يلا بينا نشوف. يلا بينا. هبتدي طبعا. اول حاجه لو مكان فيه اي حاجه لازم انضفه بالشكل ده. هنعمل ايه؟ هبتدي اقدمها بالشكل الجميل ده. بس على قد الطبق بس. حلو جدا. لا لسه هعمل لك حاجه جميله قوي. ماشي يلا بينا نشوف. بعد ما خلصنا الطبق بتاعنا الجميل، بصوا شايفين، هعمل ايه بقى؟ بص يا هاجر، زي ما احنا شايفين كده، وكمان حوالينا ببتدي اعمل ايه؟ ديكوريشن جميل بالشكل اللذيذ ده. حلوة جدا. اكيد ان شاء الله، بس طبعا لازم انضف حواليا. شكله يفتح النفس جدا. ايه رايك يا هاجر؟ حلو تحفه. جميل. حلو. اي حاجه طبعا واحنا بنشتغل فيها، لو احنا نظفنا المطبخ حوالينا على فكره الجارنش شكله حلو قوي، يفتح النفس للاطفال والكبار كل الناس. ايه رايك؟ حلو جدا. بصي بقى، وبحب برضو ايه ان انا ازود المكان يبقى شكله حلو قوي، فممكن ان انا اعمل كده. كده خلصنا اول طبق معانا، طبعا طلع تحفه زي ما انت شايفه. ايه رايك؟ تمام حلو. تعالى نعمل الطبق الثاني. تمام يلا بينا نشوف. يلا بينا. معلش طبعا. تاني حاجه بقى هبتدي اجيب بوله.
ايه الصنف التاني اللي معانا؟ معانا صنف جميل قوي طبعا، حاجه كده بتليق جميله جدا زي ما احنا شايفين. معانا سلطه الزبادي بالخيار والخضار. هنعمل ايه؟ هنجيب 2 من الزبادي، تمام، بصي بقى هبتدي تدوبيها حلو قوي. بصوا لازم تدوبوها حلو قوي علشان تبقى معانا كريمي، تمام. هننزل بالخل، وفين الليمون؟ كان معانا ليمون. خل وليمون يا شيفنا كتير ولا عادي؟ لا عادي، مش عارفة. عادي جدا، دايما اي سلطه بحب احط فيها الخل والليمون الاتنين مع بعض، بيدوا تيست عالي قوي. حلو جدا، جميل. تعالي بقى ايه، نحط كمان المايونيز، بيدي تيست عالي جدا. تمام. هنحط زيت زيتون او اي ماده دهنيه ولا لا؟ لو حابه الحاجات دي، لو انت حابه تحطيها مفيش مشكله. تعالي بقى نشوف الخضار بتاعنا ايه، وبعد كده هنحط التوابل بتاعتنا. هنزل بكميه كده من الخيار زي ما احنا شايفين، بصوا ما تكتريش، تمام. بقدونس زي ما احنا شايفين كده، مش عايزه اكتر لغايه ما نشوف هتبقى معانا ازاي. ومعانا نعناع، شايفه؟ بصي بقى، على فكره اعملوها جميله جدا، ان شاء الله ان شاء الله تعجبكم لانها مغذيه قوي. النعناع طعمه بيبان في الاكل. النعناع جميل قوي، خصوصا لما يكون فريش بيبقى تحفه. تعالوا نحط بقى شويه كده من البهارات، شويه من الملح خفيف قوي، خلي بالك الملح، تمام. وشويه، لا بلاش الزعتر، خلينا في الكمون، خلينا في الفلفل الاسمر، هتبقى احلى كتير. تمام تمام، والفلفل الاسمر. وعايزه ازود بقى القيمه الغذائيه، هقول لكم هزود القيمه الغذائيه بحاجه جميله قوي وكل الاولاد هيحبوها، شويه كده من الجزر، وكمان شويه من الذره. حلو، الجزر مفيد جدا طبعا. طبعا انا كده عملت، اعتبر الاكله كلها مفيده جدا، فيها بروتين، فيها نشويات، فيها خضار. انا اقدر اكل الاكله دي كمان وانا لسه راجعه من الجيم بقى. اكيد طبعا، سهله كمان. لقيتيها انت؟ ايوه. تعال نقدمها بشكل حلو قوي، هنقدمها بطريقه جميله تعجبكم. برضو هنعمل لها ديكوريشن جميل. احلى حاجه ان فقرتنا ما بتاخدش اي وقت لست البيت. لا 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 لا, لا, لا خالص، لان انت يعني انا ببتدي اعمل لك حاجات بسيطه ومفيده جدا. ليه بقى؟ لان احنا بالنسبه لنا لما بنبتدي نعمل الحاجات البسيطه، اولا بتبقى مفيده وبتفيد الولاد طبعا. وفي نفس الوقت ما بتاخديش وقت، لو انت جايه من مدرسه في درس للولاد خلاص هتخشي المطبخ وهتعملي لهم حاجه مفيده وحاجه بيحبوها. العين بتاكل قبل البق، تحفه الشكل. ايه رايك؟ حلو، اكيد حلوه، عجبتك يا هاجر؟ حلوه جدا. طب تعال بقى ننظف حوالينا، من احلى حاجه ان احنا نقدر ننظف كل حاجه. وكمان بصي، ايه رايك؟ حلو جدا، انا مستنيه ادوق بقى. تمام. كده خلصنا النهارده مع بعض اكلنا الجميل، عجبك؟ حلو جدا. ايه رايك؟ ايه، احب اقول لك الاطباق بسرعه؟ يلا بينا. طيب عملنا مع بعض النهارده مكرونه بالتونه جميله قوي، والخضار حطينا بروكلي، حطينا جزر، حطينا بصل، حطينا ذره، بروكلي، حاجات جميله جدا مفيده وغذائيه. عملنا مع بعض سلطه الزبادي بالخيار، كانت جميله جدا وان شاء الله تعجبكم، وحطينا فيها خضروات كتير، ويا رب تعجبكم وتقولوا لي رايكم ايه. وطلع معانا الاكل النهارده تحفه. شكرا جدا يا شيف على الوصفات السهله والسريعه دي حبيبتي، ومع بعض ان شاء الله في فقرات تانية في البيت وناس، وانتظرونا. شكرا يا هاجر.